كثير من مباني هذه الجادة اللندنية بناها السود والملونون قبل قرنين وأزيد طوبة طوبة. اليوم يلونها أحفادهم بمطالبهم، يعلقون عليها أحلامهم في أن يتبدد التمييز إلى الأبد. والتماثيل المخلدة للأمجاد في ميدان البرلمان سلمت بعضها وأذلت أخرى، شوهت بالطلاء الأسود. ينحني تشرشل بقامته ليطل على الفوضى التي تحصل تحت قدميه. هؤلاء البيض من حركة يمينية متطرفة جاءوا لحماية تمثال تشرشل بعد أن غسلوه من شعارات تتهمه بالعنصرية. أعلم أن رجال الشرطة قلقون، يمنعهم الخوف، السود يسببون المشاكل. وهؤلاء جاءوا ليؤكدوا مجددا أن تماثيل من كان تاريخهم أسود بالعنصرية والعبودية يجب أن تختفي من الساحات. هناك من يطالب باعتقال من أسقطوا تمثال تاجر الرقيق في النهر. لسنوات أكتب إلى رؤساء الحكومات للاعتذار عن العبودية، وتوني بلير رفض مرتين وأصر على ألا تفعل الملكة ذلك. تشرشل بطل قومي تملأ شهرته العالم، آخر الزعماء المحبوبين حقا في بريطانيا، لكنه لا يحظى بتلك القداسة لدى الجميع. فتح مقتل جورج فلويد سجلات الماضي، نبشت الذاكرة، أخرج الموتى من قبورهم، وبات تشرشل وجه بريطانيا المشرقي في قلب معركة لم يشعلها. تمثال غاندي رمز الكفاح السلمي سلم من الطلاء، وكذلك نيلسون مانديلا. أما الغضب الأكبر فقد ناله تمثال إدوارد كولستون تاجر الرقيق في القرن 17 في مدينة بريستول، وثق الغاضبون رجليه بالأغلال، لفوا عنقه بالحبال وأرضا طرحوه، وقبل أن يغرقوه نكلوا به. مشهد يحاكي أفلام سفن الرقيق من إفريقيا إلى الأرض الجديدة. من يمرضون لا فائدة منهم، يصفدون بسلاسل ثقيلة ويلقون في المحيط. صابر أيوب، العربي، لندن.